انه قصه الامام الحسين من القصص العظيمه طبعا وما متكرره ولا صارت ولا راح تصير بالتاريخ. الناس اللي راح لهم عزيز مثلا الاب او الام اعتيادي لما تذكروا مصيبه الامام الحسين بعظم وبهول مصيبه الامام الحسين ايضا يستذكرون اهلهم وعوائلهم والشهداء اللي راحوا ويستذكرون الماضين من عندهم مثلا ابائهم امهاتهم اجدادهم اعتيادي يصير التواصل الروحي بين القضيتين. احنا ملتزمين بدورنا نوصل نعنا الى الاخوه اصحاب المواكب والهيئات انه يلتزمون بتعليمات خليه الازمه وبتوجيهات المرجعيه، الكمامات، وضع الكمامات، البعد الاجتماعي اللي يكون تباعد اللي موجود، هالامور هذه حتى نحد من انتشار الوباء. الحقيقه انا ما اقول انه 100% قدرنا انه نوصل الى هدفنا، خلينا نقول 80%، 80% نسبة جيدة. ودائما الإنسان عندهم إحساس روحي إنه ما راح يصيبهم الوباء هاي.